للوقوف أكثر على انتهاكات ميليشيات الحوثي ووضع المدنيين في اليمن، تنضم إلينا عبر الهاتف من الرياض رئيسة شبكة الإعلاميات اليمنيات المستقلات الأستاذة بشرى عامري. أستاذة بشرى، مرحبا بك. بما تفسرين إصرار ميليشيا الحوثي على استهداف الأحياء السكنية بالقصف أو الحصار سواء في تعز أو مأرب وغيرها من المحافظات، رغم تأكدهم من أنها يعني تعد جرائم حرب؟ مساء الخير أولا عليكم وعلى المشاهدين الكرام. بداية خلينا أفسر هذا الهجوم بأن مفهوم ميليشيا الحوثي للسيطرة على الأرض هو ينطلق من ضرورة طهر المجتمع وممارسة العنف والقتل وكافة الانتهاكات حتى ينصاع المدنيين والمواطنين برؤيتهم وقيادتهم وأفكارهم ومنهجهم. بالتالي عندما قامت ميليشيا الحوثي بقصف مدن مثل تعز ومارب والبيضة وغيرها بسبب رفض هذه المدن لحالة الانقياء والإذعان والخنوع لحركة الحوثي، فقامت حركة الحوثي طبعا في البداية قامت حركة الحوثي بالاستيلاء على مقدرات الدولة مؤسساتها، الانقلاب على الدستور والقوانين، وحاولت أن تخضع الناس بالحديد والنار بالقصف بممارسات العنف والانتهاكات، فانصاعت لها بعض المدن كصنعاء وصعدة وعمران وغيرها، لكن ومن ذلك نشاهد أن حجم الانتهاكات والممارسات قلت في هذه المدن، لكن المدن التي رفضت ميليشيا الحوثي ورفضت الانصياع لها هي المدن التي لاقت العنف الأكبر أو لحق الناس فيها ضررا أكبر. طبعا ممارسة ميليشيا الحوثي هذه تنطلق للأسف من مفهوم تاريخي عجيب في اليمن، ينطلق هذا المفهوم من أن من ضرورة إحداث ضرر كبير للناس حتى ينصاعوا ويذعنوا. للأسف اليمن اليوم مبتلي بمجموعة منفلتة مؤمنة بقهر الآخرين، بضرورة قهر الآخرين واحتقارهم، وهذه رؤية فاشية متأصلة نراها في استهداف المدن وقصف المدنيين، والذي لا يحقق بالنسبة لهم إلا اليد الطولة التي تعمل على إرهاب المدنيين والتابعين. طيب. وإحكام السيطرة على هذه المدن. اتهامات محلية واتهامات دولية لميليشيا الحوثي بالاستيلاء على مساعدات المدنيين عامة والأطفال خاصة، يعني ما هي الغاية من هذه السلوكيات وهذه التصرفات؟ دعنا أقول لك، الحوثي يؤمن بقاعدة واحدة هي أن كل شيء في اليمن ملكه، ابتداء من الإنسان، الأموال، حتى الهواء والشجر والحجر، بالتالي هو لا يؤمن بشيء اسمه مساعدات أو حقوق إنسان أو حقوق للآخرين. فمسألة عند الحوثي يملك حالة من الشرف للسيطرة على المال العام والخاص وحتى على البشر والإتجار بكافة الأنواع الممكنة والمتاحة في يديه دون أي قواعد أو أي خجل. ينطلق من أن كل ما يوجد في هذه البلد هو ملكه، ولديه نظرة دونية للآخرين، الآخرين يعملون لأجل تحقيق رغباتهم، لأجل تحقيق ما ينشدونه، وهم لا يلقون بالا لا بما تقوله المنظمات الدولية أو منظمات المجتمع المدني، ويعتبروا هذا حق إلهي يمارسون عبره كافة أنواع الفساد التاريخية وكافة أنواع البطش والتنكيل والنهب وما إلى ذلك. طيب، ما هي الآلية التي تعتمدها الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية لإيصال المساعدات للنازحين والمحاصرين من المدنيين؟ للأسف الكثير من هذه الآليات الدولية التي تعتمدها الأمم المتحدة شابها الكثير من القصور، وهي غير واضحة وغير شفافة تماما، خصوصا التي تقدم فيها المساعدات وما شابها الكثير من علامات الاستفهام. هناك بعض المؤشرات والتقارير التي اطلعنا عليها مؤخرا أعلنتها بعض المنظمات أو العاملين أو المنضويين تحت هذه المنظمات الدولية، كشفت أن هناك فساد حقيقي في الآليات التي تقوم بصرف هذه المساعدات
في الطرق ووقفية إيصال هذه المساعدات. هذه الفتاة كانت تقوم به جماعة الحوثي مع بعض النافذين وبعض الموظفين في تلك المنظمات. من ضمن ذلك أيضا حتى غض الطرف من قبل تلك المنظمات عن استيلال الحوثيين على المساعدات ونهبها وتوزيعها على التابعين لها، وذهابها أيضا لخدمة الحرب في جبهاتهم وللمنضوين تحت جبهاتهم وتحت ألويتهم. إذا كان هناك من اليوم المطالبة فهي في كيفية إيجاد رقابة حقيقية وقانونية ومجتمعية لتوزيع تلك المساعدات، ومنها عمل آلية لتوزيع أموال مباشرة عبر البنوك مثلا بدلا من الدخول في قضايا الفساد في مواد غذائية وغيرها. أحيانا حتى مواد غذائية فاسدة إذا ما تم تسليم أموال عبر مصارف البنوك الموثوق فيها، أعتقد أن هذا سيساهم في سير عجلة الاقتصاد أكثر من الآن. لكن ما يحدث اليوم من تواطؤ بين ميليشيا الحوثي وبعض الموظفين وبعض المنظمات أضر بالعملية، عملية توزيع المساعدات والآليات، وأيضا أضر بالاقتصاد وزاد الطين طلع على كما يقول المثل. على ما يبدو وبحسب المعطيات هذه الآلية ليست كافية لحماية المدنيين من نهب المساعدات المرسلة إليهم. طيب ما الواجب على المجتمع الدولي فعله؟ كما سمعت آلية المساعدات التي تذهب للناس اليوم هي آلية قاصرة، وحتى اللحظة لا توجد مؤسسات حكومية تتبع الشرعية لضمان وصول هذه المساعدات لمستحقيها. حتى هذه المساعدات التي تقدم من التحالف العربي وغيره والتي تذهب للمجتمع الدولي نجدها تظل الطريق ولا تذهب لمستحقيها ولا يستفيد منها المواطنون على الإطلاق. يجب طبعا الاعتماد على هذه الآلية يضر المواطنين بالدرجة الأولى، والأمر يحتاج أولا إلى مصارحة جادة ومكاشفة وإشراك المجتمع الدولي وإشراك جهات الرقابة المختلفة، أيضا إيجاد أفكار جديدة لتقديم المساعدات والمعونة غير الآلية الموجودة والأفكار الموجودة والتي أثبتت فشلها. يجب التفكير بجدية، هل العون المادي المباشر أو المالي هو الأمثل؟ التفكير بجدية بكيفية التوزيع المنطقي والبعيد عن سيطرة الميليشيا وسطوتها أو سيطرة الأحزاب أو الجمعيات النافذة والجهات التي ثبت أنها فاسدة أو ثبت فسادها في عمليات وآلية التوزيع السابقة. بصريح العبارة الأمم المتحدة بالذات بحاجة إلى مراجعة برنامجها وآلية عملها في اليمن. أيضا المجتمع اليمني وأحزابه ومؤسساته وقبل ذلك الحكومة الشرعية بحاجة إلى أن توجد وسائل مراقبة جادة وطرق سليمة لتوصيل المساعدات والعون عبر أحياء مؤسساتها وأجهزتها الرقابية المختلفة دون عودة للمؤسسات، طبعا دون عودة للفاعلة المؤسسات الحكومية وأجهزة الرقابة، فتظل هذه الثغرة الكبيرة في تسرب المساعدات وذهابها لغير مستحقيها، وبالتالي ستزداد رقعة الفقر وستزداد هذه المعاناة إلى ما لا نهاية. من الرياض رئيسة شبكة الإعلاميات اليمنيات المستقلات السيدة بشرى عامري، شكرا جزيلا لك.